الرحمن الرحيم، ناخد مع بعض الاندوكراين جلاندز او اندوكراين سيستم. طب ايه هي الغدد اللي هناخدها في الاندوكراين؟ طبعا اخدت اندوكراين سيلز في اماكن تانية كتير. نحن نتكلم على الاورجن العامل، يعني اورجن. فناخد نمرة واحد بيتيوتري جلاند او الهايبوفيسس سيريبراي، ثيرويد جلاند، بارا ثيرويد جلاند، ادرينال جلاند او سموها سوبرا رينال جلاند، باينيال جلاند، بانكرياتيك ايلتس. تاخد برضو ان ممكن اجد اندوكراين سيلز في التستس، اندوكراين في الاوفري، اندوكراين في الدايجستيف، في اماكن. انما دي بنسميها الايه؟ الاورجن، اندوكراين ايه؟ اورجن. طب الاندوكراين جلاند دي او سيستم ليها جنرال فيتشرز، يعني ايه خصائص عامه؟ ايه هي؟ نمره واحد بنقول اندوكراين يعني ما لهاش دكت. اتنين، انها بتفرز هرمون مباشرة للدم. تلاتة، هي بتبقى مجموعة من الخلايا ياخدوا شكل كورد او كلامب او فوليكل، وسبورت بالريتيكولار فايبرز، وغنية جدا بالبلد فيزلز في صورة ساينوسويد او كابيلرز. رابع حاجة، ان كل غدة بتفرز يا اما هرمون او اكتر من هرمون، اللي بيبقى له تأثير خاص على يا اما تشو اخر او اورجن اخر او على الجسم ككل. يبقى دي بنقول عليها ايه؟ خصائص عامه، ان هو بايه لها كمان تاثير على ايه؟ دايركت، على التارجت مباشره. يطلع الهرمون على المكان ده ياثر فيه مباشره. اول حاجه، اول غده البيتيوتري جلاند او الهايبوفيسيس سيريبراي. الهايبوفيسيس سيريبراي عباره عن ايه؟ تو لوبس، انتيريور لوب وبوستيريور لوب، وما بينهم ريزيدوال كليفت. طيب الانتيريور لوب ده نقول عليه الادينو هايبوفيسيس، ادينو هايبوفيسيس، لانه ده جاي منين؟ الديفلوبمنت بتاعه جاي منين؟ كابورد اكستنشن، جاي من ايه؟ من تحت لفوق، من الاكتوديرم بتاع الروف اوف اورال فوس. يبقى جاي من ايه؟ من الروف بتاع الاورال فوس، فبيعمل راسكس باوتش اللي بيفقد الكونكشن مع الاورال تيوبريلز والانتر ميديا. يبقى ما نعرف بس كده ان ايه اول جزء ادنا هيبوفيزس ده جاي من الايه؟ من ابورد اكستنشن من الاورال. طيب الجزء الثاني عصبي، ولذلك بنسميه نيورو هايبوفيسز اللي هو البوستيريور لوب. يبقى نيورو هايبوفيسز جزء العصب جاي منين؟ ده من البيز اوف ذا برين. عشان كده يبقى عباره عن ايفاجينيشن من الفلور بتاع النيورو اكتوديرم اللي هو البيز اوف ذا برين، ولكن بيفضل متصل. يبقى هنا وزود ديتاتشن، يبقى التاني بينفصل وده ما بينفصلش. نشوف بقى الاجزاء بتاعتهم. مين هم بقى؟ النيورو هايبوفيز البوستيريور او نيورو هايبوفيز، او ثلاث اجزاء نشوف على الرسمه. الجزء اللي تحت ده دي البارز نرفوزا، وبعدين يطلع انفانديبلر ستيم او ستوك، ويديني تو ميديان ايمينس. يبقى دي مكونات البوستيريور او النيورو هايبوفيز. يبقى النيورو هايبوفيز ثلاث اجزاء، اهي بارز نرفوزا، انفانديبلر ستيم، ميديان تو ميديان ايمينس. طيب على الجانب الاخر اللي هو الانتيريور لوب، ثلاث اجزاء برضه، اهي بارز ديستاليز، وبعدين الجزء اللي ما بين البارز ديستاليز والبارز نرفوزا بنسميه انترميديا، وبعدين بارز تيوبراليز اللي هو بيبقى حول الايه؟ الستوك او الستيم. يبقى الادما هيبوفيزيس او الانتيريور لوب عباره عن بارز ديستاليز، بارز انترميديا، بارز تيوبراليز. يبقى ده اللي هم الايه؟ طيب نبص هنا في حاجه مهمه قوي. الجزء اللي فوق ده الهايبوثالاموس، والهايبوثالاموس بيحتوي على مجموعتين من الخلايا العصبية بنسميهم نيوكلياي. واحدة منهم بنسميها بارا فينتريكولار نيوكلس، والتانية بنسميها سوبرا اوبتيك نيوكلس. ده يعني ايه نيوكلس؟ اجريجيشن من نيرف سيلز. اجريجيشن من نيرف سيلز، ادي مجموعة وادي مجموعة، البارا فينتريكولار نيوكلس والسوبرا اوبتيك، الاثنين دول السيل باديز بتاعة الخلايا العصبية موجودة في الهايبوثالم، ولكن الاكزونز بتنزل على هيئة باندلز او تراكتس، وتروح تنتهي في البارز نرفوزا عشان تحوش الافراز بتاعها هنا.
عشان كده لما يجي ناخد البارز نرفوز هنلاقي استور، بس هي استور مكان يخزن فيه الافراز بتاع الخلايا اللي اصلا السيل باد بتاعها موجود فين؟ في الهايبوثالامس. نمسك اول حاجه اللي هو الادينو هايبوفيزيس، اول جزء بارز ستيلز. البارز ستيلز زي ما اتفقنا كل الغدد اللي هي الصماء دي الاندوكراين عباره عن ايه؟ اجريجيشن من السيلز في صوره كوردز سبورتد باي ريتيكولار فايبرز وريتشلي سبلايد باي سينوسيلا كفر. ده اللي احنا قلنا خصائص عامه، خلايا مترتبه في صوره كوردز بينها ريتيكولار فايبر سبورتد بريتيكولار فايبر وبينها كميه كبيره جدا من الايه؟ السينوسيلا كفر. الخلايا اللي موجوده دي نوعين، نوع بيحب الصبغه بنسميها كروموفيل، كرومو يعني لون وفيل يعني محب، يبقى بيحب اللون يعني بيحب الصبغه. والنوع الثاني سماها كروموفوب، فوب يعني كاره، يبقى كاره للون ما بياخدش الصبغه. طيب يبقى انا عندي كده المجموعتين من الخلايا، مجموعه بتحب الصبغه كروموفيل، ومجموعه كارهه للصبغه كروموفوب. نيجي للكروموفيل اللي هي بتحب الصبغه دي، طب ما انا عندي نوعين من الصبغات، صبغات حامضيه وصبغات قليه، يبقى هقسمها لمجموعتين برضه. مجموعه بتحب الصبغه الحامضيه يبقى دي بتحت فيها جرانيولز بتحب تاخد الصبغه الحامضيه، يبقى انا هاف جرانيولز تيك اب اسيد ستين. وفي مجموعه ثانيه اللي بيقول عليها الايه؟ البيزوفيلز، يبقى فيه اسيدوفيلز وبيزوفيلز. بيزوفيلز هيبقى فيها جرانيولز برضه بمحبه للصبغه القاعديه. طيب نيجي للاسيدوفيل، دول بيعملوا ايه بقى؟ نوعين. النوعين دول بنسميهم على حسب الهرمون اللي بيفرزوه. مجموعه بنسميها سوماتوتروفز لانها بتطلع جروس هرمون، وده دوره عشان البادي جراف. والمجموعه الثانيه ماموتروفز، مامو جاي من ماماري، يبقى هم بايه؟ بتطلع برولاكتين هرمون مسؤول عن الماماري جلاند ديفلوبمنت وعن اللاكتيشن. يبقى تاني، يبقى قلنا مجموعتين من الخلايا كروموفيل كروموفوب. الكروموفيل نوعين، اسيدوفيل بيزوفيل. الاسيدوفيل نوعين، سوماتوتروفس وماموتروفس. السوماتو من سوما من الجسم اللي هو مسؤول عن نمو الجسم، هيقول ايه؟ بيقول عليه جروث هرمون، بتطلع الجروث هرمون عشان البادي جروث. والماموتروفس بتطلع برولاكتين هرمون، ده مسؤول عن الماماري جلاند ديفلوبمنت اند لاكتيشن. طيب المجموعة الثانية بقى اللي هم محبة للصبغة القاعدية بنسميهم ايه؟ بيزوفيل، يبقى فيها جرانيولز بتحب البيزك ستيل، وده بيدل على وجود جلايكوبروتين. طيب المجموعة دي كام؟ ثلاث انواع. امال بيزوفيل دول؟ فيروتروفس، كورتيكوتروفس، جونادوتروفس. طب الاسماء دي، فيرو جاي من الثيرويد جلاند، كورتيكو من الادرينال كورتكس، جونادو اللي هي الجونادز التستس والاوفر، يبقى ثلاثه ثيروتروفز كورتيكوتروفز جونادوتروفز. الثيروتروفز بوليهيدرال او انجولار سيل بتطلع ايه؟ اهو هيروح فين السيل؟ يبقى ثيرويد ستيمولاتنج هرمون، اختصاره تي اس اتش، ثيرويد ستيمولاتنج هرمون، يعني الهرمون اللي هيروح ينشط الثيرويد جلاند عشان تطلع الهرمونات بتاعتها. طب المجموعه الثانيه كورتيكوتروفز هيروح فين بقى؟ للادرينال كورتكس، زي ما بسميه ادرينو كورتيكوتروبيك هرمون، يبقى اهو اي سي تي اتش اختصار، يبقى ادرينو كورتيكوتروبيك هرمون فيروح يعمل ستيميليشن للادرينال كورتكس. ثالث مجموعه جونادو تروفز، طالما جونادو تروفز يبقى فيه للايه؟ للاوفري والتستس، فبيبقوا مجموعتين. مجموعه تسميها الاف اس اتش اللي هي فوليكل ستيميوليتنج هرمون، فوليكل ستيميوليتنج هرمون، والثاني ليوتينايزنج هرمون. يبقى الجونادوتروفز مجموعتين اهو، ها فوليكل ستيمولاتنج هرمون اللي هو اف اس اتش وليوتينايزنج هرمون ال اتش. طيب الفوليكل ستيمولاتنج هرمون في الفيميل من اسمه ده مسؤول عن فوليكيول جينيسيس اللي هو الديفلوبمنت اوف اوفيريان فوليكل. طب في الميل على السبرماتوجينيسيس، يبقى الاف اس اتش مسؤول عن الفوليكيول جينيسيس في الفيميل وعن السبرماتوجينيسيس في الميل. بينما اليوتينايزنج هرمون في حالة الفيميل من اسمه يبقى ايه؟ يوتنايزنج، يعني مسؤول عن الاوفيوليشن وعن الكوربس لوتيوم فورميشن، يبقى بيكون الكوربس لوتيوم ومسؤول كمان عن الاوفيوليشن. بينما في الميل بيروح للانترستيشن سيلز
يعمل لها ستيميوليشن عشان تطلع التستوستيرون. يبقى في الميل بنسميه انترستيشيال سيل ستيميوليتنج هرمون. انترستيشيال سيل ستيميوليتنج هرمون يروح يحفز الانترستيشيال سيل اللي موجوده في التستس انها تفرز الايه؟ التستوستيرون. طيب المجموعه الثانيه اللي احنا قلنا اللي غير محبه للصبغه بقى، احنا اتكلمنا على دول كروموفيل اللي هي اسيدوفيل وبيزوفيل، انما الكروموفوب ده بيبقى ليتل جروب، مجموعه كده صغيره من الخلايا بيبقى حجمها صغير وشكلها ايريجولار، تبقى مور سنترال امبوزيشن، يعني تجمعات من خلايا حجمها صغير ناحيه السنتر بتاع البارزل ستايز في ناحيه جوه مش على الاطراف، و كميه عشان هي حجمها صغير فكميه السيتوبلازم فيها قليل، والنواه بتاعتها بتبقى دارك وتبان كانها قريبه من بعض ماتش كلوزر توجذر. طب السيل باوندرز هنا بس عشان الرسم، فانا ايه عشان ابين لك انواع الخلايا بس في الرسم، انما هي السيل باوندر ما بتبقاش واضحه، يعني تحت المكتوب السيل باوندر ما بتبقاش واضحه، وبيعتبروها بريكيرسر للديفرنت تايبز اوف كروموفيل، يعني كانها ستيم سيل لمين؟ للكروموفيل. يبقى لما الانواع دي احتاج منها فبيبقى الكروموفوب تتحول بقى الى ايه؟ الى كروموفيل، وبالتالي الى اسيدوفيل وبيزوفيل. يبقى بنعتبرها كايه؟ كبريكيرسر للديفرنت تايبز اوف كروموفيل. دي اللي هي البارز ديستيلز. لما بشوفها تحت الميكروسكوب اهو عندي خلايا واخده الاسيد ستين ادي اسيدوفيل، وحاجات واخده ازرق يبقى دي البيزوفيل، وحاجه ثالثه اللي هي مش واخده صبغه خالص اهي دي اللي اسمها ايه؟ كروموفو. يبقى الكروموفيل ادي اسيدوفيل وبيزوفيل، وبعدين الكروموفوب اهي مش واخده الصبغه، اللي هنا مش واخده الصبغه. الجزء الثاني اللي هو البوستيريور بارت اللي هو البارز نرفوزا، بناخد اللي هم الجزئين الاساسيين اللي فيهم كل الخلايا والحاجات دي. البارز نرفوزا من المهم ان احنا نفتكر كده، انا قلته ان انا عندي هيبوثالامس فوق فيها تو نيوكلياي سوبر اوبتيك وبارافنتريكولار نيوكلياس. الخلايا العصبيه بتبقى اجسام الخلايا موجوده في الهيبوثالامس، ولكن الاكسون هو اللي بيمتد تحت يروح للبارز نرفوزا، هو ده مصب الكلام بتاعنا في حاله البارز نرفوزا. طيب لما بشوف البارز نرفوزا بتبقى ايه؟ محاطه من بره بكبسول، والكبسول ريتش ان بلاد كابيلرز. الكبسول هيمتد منها ايه؟ سبته، تقسمها الى لوبيولز، فانا هرسم 1 لوبيول بس. يبقى هنا اللوبيول بنقول الكبسول هيمتد منها سته تقسمها الى لوبيول. طبعا اللوبيولز دي حاجات متماثله، لو رسمت لوبيول واحد كان انا بمثل كل اللوبيولز، يبقى هنا ادي عباره عن كونكتيف تيشو سبته وريتش في الايه؟ في البلاد كابيلر. طيب داخل اللوبيول بقى فيه ايه؟ اللي احنا حاجات اللي احنا شايفينها دي ده عباره عن ادزونز. يبقى بقول لي الهايلاس اوف اتش لبيول، هايلاس اللي هو داخل البيول نفسه، بيكون من ايه؟ حزم باندلز اوف اللي هي الاكزونز بتاعه الخلايا اللي موجوده في الهيبوثالامس نفسها، فلما بيتجمعوا مع بعض حزم كده بيسموها تراكتس، عشان جايه من الهيبوثالامس ورايحه البيتيوتري فبيسموها هيبوثالامو من هيبوثالامس هيبوفيزيال اللي هي هيبوفيزيز. يبقى تاني، يبقى الهايلاس اوف اتش لبيول بيتكون من حزم باندلز اوف هايبوثالامو هايبوفيزيال نيرف فايبرز اور تراكتس، بتيجي دايفيرج جايين حزم وبعدين يبداوا ايه؟ يبعدوا عن بعض كده بحيث يروحوا ينتهوا بالقرب من السبتم اترايت انجل. يبقى هم جايين حزم مع بعضهم ولكن يبداوا يتفرقوا عشان تو ابروتش السبتم، يقرب من الكونكتيف تيشو سبتم عشان هو اللي فيه البلاد كابيلرز، بنقول ايه؟ بزاويه قائمه اترايت انجل. طيب النهايات اللي احنا شايفينها دي اللي هي اترايت انجل على السبتم دي، بقول لي نير زير ترمينيشن بتبقى عليها ايه؟ كوتد او رابد بواسطه نيورو سكريتوري سبستنس. عشان كده المنطقه دي النهايات دي اللي عليها نيورو سكريتوري سبستنس بيسموها باليسيد زون. باليسيد زون يبقى هنا عباره عن باندلز اوف هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكتس دايفيرج بتبعد عن بعضها وابروتش للسبتم ات رايت انجل، والنهايات بتاعتها الترمينيشن بتاعتها بتبقى كوتد بواسطه نيورو سكريتوري سبستنس عامله زون بيسميها باليسيد زون. طيب الحزم دي بيبقى
عامل لها سبورتنج خلايا بيسموها البيتيوسايتس، دي عباره عن سبورتنج سيلز. يبقى البيتيوسايتس هي سبورتنج سيل، سمول سيلز لها برانشنج سيتوبلازميك بروسيسز، والانويه بتاعتها بتبقى راوند او اوفال دارك، والسيتوبلازم بيحتوي على حاجتين، فات دروبلت ويلو براون بيجمنت جرانيولز. يبقى السيتوبلازم بتاعها يحتوي على فات دروبلت ويلو براون بيجمنت جرانيولز. طيب نشوف هنا حاجه اسمها هيرنج باديز. ايه الهيرنج باديز دي؟ الهيرنج باديز دي ما هي الا الباندز اللي جايه او الاكزونز اللي كانت جايه، بدل ما انتهت هنا عند السبتم، لا بعضها انتهى في وسط البيول، في السبستانس اوف ذا جلاند، في نص البيول نفسه، فبرضه هيجي فيها كروس سيكشن تبان بالمنظر ده، فاطلق عليها هيرنج باديز. اسم العلم شاف اقول ايه عباره عن ايه؟ هي نهايات تيرمينال بالب فورميشن، بدايه مين؟ الهايبوسلامو هايبوفيزيال نيرف فايبرز. يبقى هي نهايات التراكت بتاع الهايبوسلامو هايبوفيزيال نيرف فايبرز انتهت جوه الليبيول، اند وذين ذا سابست اوف ذا جلاند، وبالتالي محاطه باكيوميليشن من نيورو سيكريتوري سابست، دي اللي بيقول عليها الهيرنج باديز. يبقى المكونات شفناها هنا، عندي الهايبوثلامو هايبوفيزيال تراكتس او نيرف فايبرز، وعند البيتيوسايتس اللي هي السبورتنج سيلز، وقلنا بعض النهايات اللي انتهت في وسط الليبيول سميناها الهيرنج باديز. طيب البارز نرفوزا دي مش وظيفتها انها بتفرز، لا ده هي ايه، احنا قلنا الاسطور، يبقى هي اكت از ستور هاوس، كانها مخزن للسكريشن اللي اتفرز بواسطه الخلايا اللي موجوده في الهيبوثالامس، اللي هم التو نوكلياي، اللي هم السوبر اوبتيك والبارافنتيكولار نوكلياي بتوع الهيبوثالامس، ويروحوا يتحوشوا بين فين؟ هنا في البارز نيرفوزا لعند الاحتياج اليهم. طب ايه هو بقى الحاجات اللي اتفرزت فوق بقى وجت اتخزنت هنا؟ نمره واحد انتي دايوريتيك هرمون او فازوبريسين، والثاني اوكسيتوسين. يبقى الانتي دايوريتيك هرمون او الفازوبريسين، والثاني الاوكسيتوسين. طب ايه دورهم بقى؟ نشوف كده من اسمه انتي دايوريتيك هرمون، كلمه دايوريتيك يعني بيزود اليورين، فهو ضده، يبقى هيقلل اليورين. طب انا اقلل اليورين ازاي؟ الفلترت ده ان انا ازود اعاده الامتصاص تنش بواسطه الديستال كونفوليوتد تبيول والكوليكتنج تبيول. يبقى هو بيقلل كمية اليورين عن طريق إعادة امتصاص المية تاني من الديستال كونفوليوتد تيوبيول والكوليكتنج تيوبيول. الحاجة التانية له إيه؟ كونتراكشن، بيعمل كونتراكشن للسموس ماسل بتاع البلاد فيزل، وبالتالي إحنا قلنا لما أي بلاد فيزل يضيق هيزود الضغط، يبقى هو بيرفع ضغط الدم عن طريق إن بيعمل كونتراكشن للسموس ماسل بتاع البلاد فيزل. دول الوظيفتين بتوع الأنتي دايوريتيك هرمون أو الفازوبريسين. طيب الاوكسيتوسين، الاوكسيتوسين ده بيسموه الطلق الصناعي، ده بيعمل كونتراكشن للسموس ماسل بتاعت اليوترس، وبالتالي تسهل عمليه الولاده، وكذلك بيعمل كونتراكشن للمايو ايبيثيليال سيلز اللي هي بتحيط بالمامري الفيولاي اللي هي السكريتوري يونت بتاعت المامري جلاند نفسها، لان كل وحده منهم الغدد الوحدات الداخليه بتبقى حواليها خلايا من بره بنسموها مايو ابيثيليال سيلز، ليها كونتراكتنج فانكشن عشان تعمل ايجكشن للميلك من جوه الالفيولاس دي الالفيولاي وتروح في الضغط. يبقى هنا الاوكسيتوسين حاجتين، كونتراكشن في المصر بتاع اليوترس وبالتالي تسهل الولاده، وكونتراكشن للمايو ابيثيليال سيلز في الميمري جلاند وبالتالي تعمل ميلك ايجكشن، خروج الايه اللبن. الجزء الثاني بارز انترميديا اللي هو تبع مين؟ تبع الايه؟ الادينو هايبوفيسيس. بيقول لي بيبقى ويل ديفلوبد في الاعمار الصغيره، ولكن بيبقى رودومنتري في الادلت. عباره عن بوليهيدرال سيلز بتحتوي على بيزوفيليك سكريتوري جرانيولز. في بعض الانيمالز الخلايا بتكون فوليكلز زي حويصلات كده، وبالتالي بقى لها لومن يحتوي جواها على السكريشن اللي بنسميه كولويد. وظيفتها من اسمها، هي اسمها بارز انترميديا، فبتطلع هرمون اسمه انترميديين هرمون.
او على حسب وظيفته هو بيروح يعمل ايه؟ ده بيروح يعمل ستيميوليتنج للميلانوسايت انها تعمل ميلانين، فيبقى اسمه ايه بقى؟ ميلانوسايت ستيميوليتنج هرمون. يبقى البارز انترميديا بتطلع هرمون اسمه ايه؟ ميلانوسايت ستيميوليتنج هرمون، اللي هو الهرمون المنشط للميلانوسايت انها تكون ميلانين جرانيولز، او بنسميه انترميديان هرمون. وبالتالي لما هتكون ميلانين هيبقى مسؤول عن ايه؟ داركننج، بيغمق الجلد بتاع الفيش والانفيبيان، وكمان بيعمل ميلانيزيشن، يعني بيرسب الميلانين برضو في الشعر اللي هو لسه بينمو في بعض الماملز. Growing here in some mammals. الحاجة التانية اللي بيفرزها الانترميديا بيتا اندورفين. البيتا اندورفين عامل زي المورفين بالظبط. تأثيره يعني ما خليكش تحس بالايه؟ بالألم. وازاي بيقول عليه يعني ناس تقول عليه هرمون السعادة أو حاجة. يبقى حاجتين، ميلانوسايت ستيمولاتنج هرمون أو انترميدين هرمون والبيتا اندورفين. طيب الجزء بارز تيوبراليز ده عباره عن ايه؟ الجزء الثالث من الادينو هايبوفيزس، عباره عن ابورد اكستنشن. لما نشوف في الصوره ابورد اكستنشن اهو، ادي البارز ريستالز، فالابورد اكستنشن وبيبقى حوالين الايه؟ الستيم او الستوك بتاع النيور هايبوفيزس. يبقى هنا upward extension من البارز anterior located فين؟ posterior that wrap around the neural stalk. يبقى لف حوالين الايه؟ النيورال ستوك. طيب معنى كده هو برضو بيتكون من خلايا بتشبه الخلايا بتاع البارز ريستالز اهو، لان هو امتداد ليها upward extension، فيبقى خلايا هتشبه البارز ريستالز كيوبويدال ان شيب، وبينها سينوسودال كابيلرز كتير. احيانا بتعمل فوليكلز ويبقى جواها برضو امورفوس سبستنس، نقول لها ايه؟ بتكون حويصلات كده وتبقى جواها السكريشن. السيتوبلازم بتاعها بيبقى بيزوفيليك، ويكلي بيزوفيليك، وبالتالي لغايه الوقت مش عارفين يحددوا الايه، بيتعمل على ابحاث عشان يشوفوا الايه الوظيفه بتاعتها، فاحنا بنقول لغايه الوقت الايه الوظيفه غير معروفه يعني. فانشر انه نيجي للثيرويد جلاند، ثاني غده ثيرويد جلاند. الثيرويد جلاند بتتكون من تو لوبس، شايفين ادا لوب وادا لوب، كونكتد بايه؟ باثمس. يعني اللي بيوصل ما بين التو لوب بنسميه اثمس. طيب موجود فين بقى الثيرويد جلاند؟ التو لوبس زي ما احنا شايفينهم موجودين في السيرفايكال ريجن، منطقه الرقبه، امام وحوالين التراكيه، تحت اللارنكس مباشرة. يبقى تاني التو لوبز اهم موجودين في منطقة النك في السيرفيكال ريجون، امام وحول التراكية، تحت اللارنكس مباشرة. طيب امال الاسمس؟ لا، موجود عند مستوى الغضروف الثاني والثالث من الحلقات الغضروفية بتاعت التراكية. يبقى هنا بيغطي الحلقه الثانيه والثالثه من الغضروف بتاع الايه؟ التراكيه. احنا عارفين التراكيه بتتكون من الغضاريف سي شيبد كارتلجز، فهي بتضيق عند فوق الايه؟ الغضروف الثانيه والثالثه الحلقات. طيب زي اي غده بتبقى مفروض ليها استرومه وبارنكيما، الاسترومه اللي هي بتسمى الكبسول والسبته، انما هي عشان موجوده في منطقه الرقبه، منطقه الرقبه دي كل الاستراكشر بتاعت الرقبه بتبقى محاطه بكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو ده بيسموه بيريتراكيال فاشيا، اللي هو بيحيط بالتراكيه، اللي هو يعتبر جزء من الديب سيرفايكال فاشيا اللي هو الكونكتيف تيشو بتاع الرقبه عموما. يبقى تاني الثيرويد جلاند لها كبسول ولكن محاطه بايه بقى؟ بحاجه اسمها بيريتراكيال فاشيا، اللي هي الكونكتيف تيشو اللي بيحيط بالتراكيه الاول، اللي هو جزء من الديب سيرفايكال فاشيا اللي هو بتاع الرقبه كلها. طيب جوه كبسول بقى اللي هي بتحط بالايه؟ الكبسول. زي ما اخذنا كبسول في اي حاجه، دينس ايرجولار كونكتيف تيشو يمتد منها سبته تقسم الى البيول، ولكن هنا مهم جدا انك تقول وانت بتقول البيول تقول ايه؟ ايرجولار اند سام تايمز انكمبليت البيول، يعني شكل البيولز مختلف عن بعضهم في الاحجام والاشكال، وبالتالي كمان مش لازم ساعات بتلاقي البيول كامل، لا
سام البيولز بتبقى كونكتد مع بعضها، عشان كده بقول يبقى هنا، يبقى هنا كونكتد تيشو سيبتا بتقسمها الى البيول irregular and sometimes incomplete lobules. طيب البيولز دي كل فصيص بيبقى ممتلئ بالوحدات الافرازيه اللي هي وحده التركيب والوظيفه هنا في الثيرويد جلاند اللي هي الثيرويد فوليكلز. اه كل واحده من دي بنسميها ثيرويد فوليكل. يبقى هنا ادا البيول وده البيول وده البيول وده البيول. يبقى بنقول البيولز ممتلئه، كل البيول ممتلئ بالايه؟ بالوحدات الافرازيه اللي بنسميها الثيرويد فوليكلز. طيب وسبورتد بايه؟ برضه ها بارتيكولار فايبرز. وريتش اللي سبلايد بايه؟ بفنستريتد بلاد كابيلرز. ده الكلام اللي هو عام بتاع تمام؟ اه يبقى زي احنا شايفين اهو اكتر من البيول، والافراز الداخلي ده بنسميه كولويد، هنقوله بالتفصيل في الصور اللي جايه. يبقى ادي الكونكتيف تيشو سبتا اهو اللي بيحدد البيولز، وكل البيول ممتلئ بوحدات افرازيه اللي بنسميها الثيرويد فوليكلز سبورتد بريتيكولار فايبرز وبينهم بلاد كابيلرز كتير. لو شفناها تحت الميكروسكوب مكبره اهو، دي عباره عن فوليكل وفوليكل وفوليكل. طيب نشوف الثيرويد فوليكل بقى، احنا هنكبر على يعني كاننا دخلنا جوه البيول واحد منهم عشان نشوف الوحدات الافرازيه الداخليه بقى دي. اهو ادي البيول هرسم كذا وحده افرازيه منه، الواحده من دول اهي بنسميها ايه؟ دي بنسميها ثيرويد فوليكل. يبقى الثيرويد فوليكل هي عباره عن ايه؟ الاستراكشر اند فانكشنال يونت اوف ثيرويد جلاند. الثيرويد فوليكل الاستراكشر اند فانكشنال، الوحدات التركيبيه والوظيفيه للغده الدرقيه. طب الفوليكلز دي اشكالها متنوعه، يبقى بتتنوع في الشكل والحجم. Their shape vary from being irregular round or tubular و vary greatly in size. يبقى هي بتتنوع في الشكل والحجم. طيب بعض الفوليكلز الكروس سيكشن ما بيجيش في النص عشان يبان ان لها لومن وفيها كولويد. لا ده بيجي هنا ميرلي شيفد. ميرلي شيفد يعني اتقطعت من الجنب، زي ما انت تجيب عندي بيضه مسلوقه فيها من جوه صفار ومن بره بياض. لو انت خدت ايه على الحرف وقطعت هيبان لك بياض بس، يبقى هي مش فيها صفار. لا ده هو السكشن جه في الايه الجزء الخارجي بس. فاذا لو السكشن جه في المنطقه الخارجيه هنا اللي فوليكل والفوليكل اللي جنبها كده وكده، فهتبان كلامبس اوف سيلز، سوليد كلامب اوف سيلز زي ما احنا شايفين. يبقى السوليد كلامب اوف سيلز دي ايه؟ ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بعض الفوليكلز هوز ايدجز اللي حروفها اتقطعت اوبليكلي او ميرلي شيفد بالسكينه، وبالتالي بانت كتجمع من الخلايا بنسميه سوليد كلامب اوف سيلز. طيب قلنا بينهم سبورتد بريتيكولار فايبرز اهو، وايه وريتش سبلايد بالايه بالبلاد كابيلرز. طيب نمسك الواحده فيهم، كل فوليكل لايند بايه؟ بسنجل لاير. سنجل لاير طبقه واحده من الابيثيليوم، نوعه بيتراوح ما بين السكويمس لل هاي كيوبويدال او لوك لامر. ده بيعتمد على ايه؟ السكريتوري اكتيفيتي، يعني لو هي اكتيف هتبقى ايه عاليه بنقول عليها هاي كيوبويدال او ايه او لوك لامر. طيب لو هي ان اكتيف لا خلاص تبقى ايه؟ فلاتند ابسيليوم او سكويرز. يبقى تاني. وبعدين اللومن بتاعها بيبقى ممتلئ بالافراز اللي بنسميه كولويد، اسيدوفيليك ماتيريال بنسميها كولويد. وكل فوليكل محاطه ببيزمنت ممبرين، الخط اللي بره ده اللي هو الخلايا ريست عليه بنسميه بيزمنت ممبرين. طيب يبقى انا عندي هنا قلنا الثيرويد فوليكل اهو لايند بخلايا بنسميها فوليكولار سيلز، يبقى الخلايا دي بنسميها فوليكولار سيلز اللي هي هتفرز الكولويد. طيب في نوع ثاني من الخلايا بنسميها بارا، يعني جار جنب، بارا فوليكولار سيلز او سي سيلز اللي هي اختصار كلير سيلز مثلا، او لايت سيلز فاتحه اللي احنا شايفينها دي الخلايا الكبيره دي. طيب يبقى اسمها بارا فوليكولار سيلز او سي سيلز او ايه او لايت سيلز. طب الخلايا دي عباره عن ايه؟ بيقول لي هي قد تتواجد في صوره مفرده او في صوره مجموعات، يبقى سنجلي اور سمول جروب. موجوده فين؟ ممكن تبقى محشوره ما بين الفوليكولار سيلز والبيزمنت ميمبرين بتاعها، يبقى جوه الفوليكل، ولكن دونت ابوت لا يمكن ابدا تطل على اللومن ده.
يبقى هي بتتواجد محشوره ما بين الفوليكولار سيل والبيزمنت ميمبرين بتاعها. اه شوف هنا الخلايا اهي، ادي الخلايا وادي البيزمنت ميمبرين بتاعها، هي هتتحشر في الحته دي، فاحنا بيناها اهي اتحشرت هنا اهي، يبقى ايه موجوده بين الفوليكولار سيلز والبيزمنت بيزل ميمبرين بتاع الفوليكولار سيل. يبقى تاني موجوده في صوره سنجل او سمول جروب انسايد الفوليكل، وجد يعني كده وجد يعني محشوره ما بين الفوليكولار سيل والبيزل لامن، ولكنها لا يمكن تطل على الايه الفوليكولار كافيتي، لا يمكن تبقى تطل على الفوليكولار كافيتي تاني. طيب حجمها اكبر من الفوليكولار سيل العاديه، زي ار لارجر ذان فوليكولار سيلز، والسيتوبلازم بتاعها بيبقى مور ايزينوفيليك، عشان كده بيبقى باهت شويه. طيب فايده السي سيلز ايه؟ وظيفتها بتطلع حاجه اسمها كالسيتونين هرمون. يبقى اهو شوف السي سيلز لايت سيلز برا فوليكولار سيلز ايا كان مسمى لها وظيفه بتطلع كالسيتونين هرمون، من اسمه يعني له علاقه بالكالسيوم ليفل، البلاد كالسيوم ليفل. بس بيعمل ايه بقى في البلاد كالسيوم ليفل؟ بيقلل، يعني بيقلل نسبه الكالسيوم في الدم. طب ازاي اقلل نسبه الكالسيوم في الدم؟ يا اما ان انا احفز او اكتر ترسب الكالسيوم اللي في الدم يروح في العظم، ده بنسميه اوستيوجينيسيس، او ان انا اقلل خروج الكالسيوم من العظم الى الدم، وده عن طريق ان انا اقلل الاكتيفيتي بتاع الاوستيوبلاست، لان احنا عارفين الاوستيوبلاست سيل في البون مسؤول عن البون ريزوربشن، انها تعمل لايبريشن للكالسيوم ويدخل الدم فبيرفع نسبه الكالسيوم في الدم. طيب يبقى انا لو قللت الاكتيفيتي بتاعه الاوستيوبلاست يبقى انا كده قللت ايه الكالسيوم ليفل في الدم، او ان انا ازود ترسيب الكالسيوم في العظم بقى يبقى انا بزود الاوستيوجينيسيس اللي هو تكوين العظم نفسه، ديبوزيشن اوف كالسيوم. يبقى هنا الكالسيتونين بيقلل البلاد كالسيوم ليفل، واحنا قلنا بطريقتين، يزود ترسب الكالسيوم في العظام وامنع الليبريشن بتاع الكالسيوم من العظام ان هو يخرج للدم عن طريق ان انا بقلل الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي. طيب بالالكترون مايكروسكوب لو شفنا الفوليكولار سيلز، احنا قلنا الفوليكولار اللي هي السيرويد فوليكل لايند بفوليكولار سيلز، الفوليكولار سيلز دي اهي بشوفها بالالكترون مايكروسكوب خلايا جلايكوبروتين سيكريتنج سيل او بروتين سيكريتنج سيلز، ف هيبقى فيها رف اندوبلازميك ريتيكولوم كتير في البيز، فيها النيوكليوس، وبعدين فوق فيه جولجي اباريتس، فيه كمان سيكريتوري جرانيولز الى جانب اللايزوزومز والفاجوزومز. طيب والابكس طالع منه ايه؟ مايكروفيلاج. طيب انا بقول ليه كده؟ عشان ان هي ليها وظيفه مش عايزين ناخدها بالتفصيل، انما الخلايا دي مسؤوله عن تكوين اللي هو الكولويد اللي هو الثايروجلوبيول. طيب يبقى اقول لي الفانكشن اوف ثايرويد جلاند او اللي هي الفوليكولار سيلز مسؤوله عن تخليق الثايرويد هرمون اللي هو التي 3 والتي 4 اللي بنطلق عليه هنا كولويد داخل اللومن بتاع الايه اللي هنا اللي في الجزء ده، اه ده الكولويد هنا. طب ازاي بيتكون؟ يقول لك ايه؟ ان الخليه اول حاجه هتعمل سينثيسيس للثايروجلوبيولين، الثايروجلوبيولين ده بتعمله بمساعده الرف اندوبلازميك ريتيكولوم والجولجي اباريتس، عملت ثايروجلوبين، وبعدين تعمل اديشن للايودين اللي هو ثايروجلوبين ايودينيشن، اضافه اليود للثايروجلوبين بقى اسمه ايودينيتد ثايروجلوبين، وبعدين تفرزه وتحوشه هنا ككولويد في اللومن بتاع الثايرويد فوليكل، لحين الاحتياج اليه يرجع يمتص تاني اهو، يرجع يمتص تاني وتاخده اللايزوزوم تبدا تعمل هرم وتعمل ريليز لمين؟ للتي 3 والتي 4 اللي هيعدي من البيزا اللامنه ويعدي اهو لمين بقى؟ يروح للبلاد كابيلاريز اللي هي بتبقى موجوده فين؟ ملاصقه للبيزا اللامنه بتاعه الفوليكولار سيلز. يبقى هنا اول مرحله سينسز للثايروجلوبين، وبعدين ايدونيشن اوف ثايروجلوبين خلاص، وتحوش ككولويد في اللومن، يرجع تاني اعاده امتصاصه اهو، اعاده امتصاص للخلايا تاني ثايروجلوبين ري ابزوربشن، ثم
بالواسطه لازم يعمل لايبريشن بقى للثيرويد هرمون اللي هو التي 3 والتي 4 اللي يروحهم للبلات ايه كابيلرز على طول من عند البيزمنت ميمبرين. طيب نيجي للبارا ثايرويد جلاند. البارا ثايرويد جلاند دول زوجين يعني تو بيرز بنسميهم كرينيال بارا ثايرويد وكودال بارا ثايرويد. موجودين فين؟ زي احنا شفنا اهو ادي التو لوبز بيقول لي بوستيريو على البوستيريور اسبكت احنا من ورا بيبص ورا كده يقول ايه على البوستيريور اسبكت بتاع الايه اللي هم اتش لاترال لوب بتاع الثايرويد. قلناها عباره عن تو لوبز يبقى هنا يبقى هم موجودين عند البوستيريور اسبكت بتاع الايه التو لوبز. طيب كل واحد محاطه بايه كغده محاطه بيكون نكتف تشو كبسول جنس ارجولا كروند بيمتد منها سبته برضه ايه او ترابيكي بيسموها انترستيشال تشو. طيب الكبسول بتبقى هنا كل ايه ثيك في اللارج رومنانت والسوال ولكن ثين في الدوج والكات. يبقى الاختلاف هنا بيقول لي ان في الباراثايرويد الكبسول بتبقى تخينه في الرومينانت والسوايم ولكن ثين في الدوج والكات. طيب قلنا بيمتد منها السبته اللي هي الترابيكوليه او الانترستيشال تيشو ودي بتحمل معاها كميه كبيره جدا من البلاد كابيلرز. طب ايه الخلايا هنا بقى اللي هي البارينكيمال سيلز؟ يعني دي الاستروما انما البارينكيما اللي هي بارينكيما عباره عن ايه؟ خلايا ارينجد على هيئه ايه؟ تجمعات او ستراندز او كوردز وهم نوعين من الخلايا. يبقى على هيئه كلاسترز او ستراندز او كوردز تو سيل تايبس. ايه هم؟ احنا بعملها في صوره جدول تبقى ايه؟ اسهل. الجدول عندي النوعين بتوع الباراثايرويد سيلز برينسيبال او شيف سيلز خلايا اساسيه واوكسفيل سيلز ودي موجوده في المان والاوكس اونلي. يبقى نوعين الخلايا اللي موجودين في الباراثايرويد شيف سيلز او الثانيه اوكسفيل سيلز. من ناحيه السايز طبعا هو الشيف سيلز يقول لك فيها كلير ودارك عشان ما يبقاش يعني تفصيلات كتير عليك كده خفاء بنتكلم عليهم بصيغه عامه انت تعرف ان فعلا هم نوعين كلير ودارك. طيب الحجم بجد في الشيف سيلز بنقول عشان هي خدها قاعده طالما هي الاساسيه يبقى عددها كتير وطالما عددها كتير يبقى حجمها صغير. يبقى انت كده خلصت. يبقى الشيف سيلز هتبقى ايه؟ عددها كتير يبقى حجمها صغير. على العكس في التاجلوزفيل هتبقى ايه؟ يبقى حجمها كبير وعددها صغير. طيب الشكل الاثنين بوليهيدرال سيلز النيوكلس في الشيف بتبقى فيزيكولار اكتف باستمرار فهتبقى النواه بتاعتها فاتحه ولكن هنا ايه؟ دارك. السيتوبلازم بيبقى بيل في حاله الشيف سيلز وهنا بيحتوي على فاين جرانيولز بيحتوي على ايه؟ فاين اسيدوفيليك جرانيولز. في الشيف سيلز بتبقى ريتش في الجلايكوجين بينما الاوكزوفيل بيعتبروها مرحله من مراحل تكوين الشيف سيلز يعني كانها كده بريكيرسر ليها يعني. وبتبقاش موجوده في الانسان لغايه 7 سنين بينما تبدا تظهر بعد ال7 سنين وتزيد في العدد عند البلوغ الجنسي. طب الباراثايرويد جلاند بتطلع ايه بقى؟ هرمونين كالسيتونين هرمون وباراثرمون هرمون. احنا قلنا الكالسيتونين قبل كده يعني نفس الوظيفه زي اللي كانت بيطلعوا الايه السي سيلز او الايه او البارافوليكولار سيلز اللي هو مسؤول عن كنترول للايه للبلاد كالسيوم ليفل بيعمل ايه؟ بيقلل. الله يبقى هنا الكالسيتونين بيقلل يبقى في حاجه ثانيه بتزود اللي هو البارافرمون هرمون. يبقى البارافرمون هرمون بيزود البلاد كالسيوم ليفل. يبقى لما اقول لك حتى في شفه في اي حاجه اقول لك ايه هي الخلايا المسؤوله عن كنترولنج للبلاد كالسيوم ليفل؟ اقول له ان عنده هرمونين هرمون كالسيتونين وده بيطلع من البارا بارافوليكولار سيلز وبيطلع من الباراثايرويد جلاند. والهرمون الثاني اللي هو الباراثرمون وده بيطلع من الباراثايرويد جلاند. الكالسيتونين بيقلل مستوى الكالسيوم في الدم بينما الباراثرمون بيزود البلاد كالسيوم ليفل. طيب نخلي الجزء بتاع الادرينال جلاند عشان نتكلم عليه في الجزء القادم.